السلام عليكم شباب قناة مصر وطن عربي، معاكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا حارت عليكم مجموعة تمارين لحرق دهون الخصر وشد الترهلات الخصرة. قبل اي حاجة عشان احنا بتاعتون دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا كرة توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. يلا بينا نبدأ الفيديو. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او بقيه التمارين، عايز اقول لكم ان كل التمارين اللي احنا هنعملها مع بعض واللي انا هعرض عليكم ان شاء الله في فيديو النهارده هيساعدوا ويساهموا بشكل كبير جدا على حرق الدهون المتراكمه في منطقه الخصر، وكمان بنفس الوقت هيشد الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق الدهون في منطقه الخصر. حلو قوي. دلوقتي بقى التمرين الاول اللي احنا هنعمله مع بعض تمرين مهم جدا، محتاج تركيز وتحكم في الحركه، واهم حاجه ان اللياقه بتاعتكم تبقى سريعة شوية. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عدد. يلا بينا. Break! وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول، دلوقتي هنعمل مع بعض التمرين الثاني. التمرين الثاني مختلف تماما عن التمرين الاول، ولكن هيركز على حاجه واحده بس، وهي شد الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق دهون. والتمرين ده محتاج تركيز وهدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 10 عدات. يلا بينا.
بريك. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والثاني دلوقتي هنعمل مع بعض وحارت عليكم التمرين الثالث. التمرين الثالث مختلف تماما عن اول تمرينتين احنا عملناهم مع بعض، والتمرين ده محتاج هدوء اعصاب وتحكم في الحركه نفسها، وكمان التمرين ده هيشد فقط الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق الدهون. وهنعمل التمرين ده مع بعض 4 مجموعات في 15 عدد. يلا بينا. بريك. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا السماحنا بتاعتون دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت تعلقوا في كومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم في اقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا موقع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او انستجرام، ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس لوصلكم كل فيديوهات جديده، وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. السلام عليكم.